بالشراكة المجتمعية مع مجمع العامر من خلال توفير الأركان للنحالين، وضم اليوم طبعا ضم تقريبا 14 نحال اليوم العالمي، والركن الخاص بمكتب الوزارة بمحافظة الأحساء من خلال توضيح البرامج وأغلب البرامج اللي تقدمها الوزارة وعرضها على النحالين والراقبين لدخول عالم النحل. دور الوزارة دور كبير من خلال تفعيل البرامج الخاصة بتطوير النحالين وتطوير والإسهام إلى زيادة عدد النحالين وزيادة منتج النحل للاكتفاء الذاتي في المملكة العربية السعودية طبعاً بشكل عام وبشكل خاص في المنطقة الشرقية وعندنا طبعاً في الأحساء. الأنواع الكبيرة عندنا في الأحساء وأهمها طبعاً عسل السدر اللي ما شاء الله تبارك الله يعني النحالين يعني أبرز منتجاتهم هو عسل السدر في عندنا في الأحساء.